كنتمنى ان شاء الله تكون ولادات بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال هذا النهار مع فيديو جديد ان شاء الله. ولا فيديو بديت لكم من باب بوجدود ولا المدينه، حيت غادي نجيو نضربوا فيها واحد الدوره. المهم جينا كنقولوا ما عرفتش واش تكون محلوله ولا تكون مشدوده، ما متاكدينش مع العيد الكبير وداك الشيء. عيد الاضحى يلا عاد داز ونورمالمون كيبقاو يعني شادين صراحه. الحمد لله فاش جينا لقيناهم ديجا حاضرين، غير هي ما عمرهاش، دونك واحد بامكان تسخر على خاطرو حيت ما عمرهاش بزاف هكذا بالناس، ولكن هما سافا راهم حالين شي حاجه اللي قليله اللي ما حلاش. مثلا كتبقى واحد السفكون له حل وواحد كراج اللي يكون ساد، فهمتوا؟ ايوا صافي. هذيك دابا ان شاء الله غندير هنايا واحد الدوره، ابخي غادي نطلع عند جواد اللي كناخذ من عنده لي زاكسيسوار ديالي، باش ناخذ من عنده هكا شي حاجه، حيت اوبليجي جيت الفاسوز مادام ان عندي الوقت، دونك ضروري غادي ندوز عنده باش ناخذ داك الشيء، نشوف الا عنده شي جديد وهذا، وناخذ من عنده داك الشيء اللي بغيت وصافي. المهم الا دخل شي جديد اكيد غادي نصور لكم داك الشيء اللي عنده، ومنين نشريه اكيد غادي نوريه لكم ومع الاسئله اكيد باش تعرفوا. صافي دابا هنا واقفين في داك الجندورات، الصراحه فنين ومبردين فنين. الخياس كاع السلام عليك، شحال هو؟ دوزون عام ديال عام عامين. عطيني ديال عامين عافاك. شحال دايرين؟ عندك كيطيحوا؟ وي رقصت وراي. شادي الكحلة ديال بنيته الصغيرين فنة. بور كنيزة. لا شفتها شتي كمسا كنزيد كمسا. كتلعب معاها؟ اش كتهضر معاها؟ Oui. Elle est gentille. Elle est gentille. Le bleu vacant. Il prend plusieurs. Hein. Ouais, je regarde d'abord la taille. 350. Non, c'est trop petit. J'ai pas 63. Hein. On doit dire qu'ils ont 40 dirhams. On doit dire qu'ils ont 90 dirhams. Il y a plein de hackers à l'intérieur. شنو وهذوك العاديين ندير لهم 30 درهم. قولوا لله تكون غير ديكور زيوني. شوفي الساعات هاهم، كاينين الساعات كاينين ديال التصويرات. وي هادو زوينين. هاتف لي البيع. تقلوا البنات على التلي بوتيك، يا ما درنا هنايا الفلوس درهم وكتهضر تقدر ضربوا النمره.
ولي ولي ليا مد العز. وفي الخارج كنا كان الا بغينا نعيطوا للخارج كنا نديروا 5 دراهم داك الكبيره هي اللي كانت كدوز فعاود 5 دراهم الصغيره. دابا دايرين هنايا الهاتف اللي البيع شكون البنات تشري يلا تخلي عندها غير سوفينير في الدار. ومن بعد كيرد لك الصرف الى رد سينو صافي ما خصك تكمل داك 15 سكوند. الله يجيك عطاني عافاك عطاني ما ديال الورد مزيان الوجه وما ديال الورد كاين دابا هذا ما خشاش تريح. عطاني غير صغيره صغيره هاي غير صغيره وعطاني الغاسول الغاسول شحال غير واحد والعكار الفاسي داكور فاسي ها صافي هادشي شنو بغيت انت تصوروش شحال ما نعم شحال في ديال المليلات كاين كاين الكبير بدي ديغ 100 100 100 هذا البيتي لا لا خصها صغير على حساب الطياره ايوا بغيتي زيد زيد شحال وحده صافي زيد دابا ماشي مشكل 5 دراهم 6 دراهم تقول بك كيفاش 6 نعطيك كيفاش 6 شنو هاد الشيء الزيت فيه كيدير لي صافي داكشي اللي خاصني الحنة وهادي ديال 44 درهم 44 احنا جينا عند جواد ها بدا كيحط لنا مسكين داكشي اللي عنده اي كنجي كنقول له يلا حط داكشي الجديد كامل اللي عندك هادشي دابا اللي حطو كامل ما كيوقع له حتى شي حاجه ما كيكحالو ما والو هادو لي بوكل دوغي هادو زوينين هادو بشحال وحده 7 هادو هادشي هادو اللي دايرهم انا من عنده شوفوا المضمه يلا اللي بغا يدير المضمه بشحال هاد المضمه 115 هادو 120 هادو 120 درهم وهادو 115 درهم البنات كيقولوا لي سميت تمشي لفاس سيري عنده صوري لنا الجديد هادو عندي امل هادو عندي فنين اجي اجي شحال هادو؟ شنو؟ شحال هادو؟ 13 درهم لا لا انا عارفه انا كان شي حاجه راه ما نجيش عندك والله الا فنة لا تعجبك مازال من بعد العيد تجي تسرع موديلات هذه هي اللي عجبتني بزاف والله الا فنة شوفي امل بغات بحال هذه خميسه الخميسه السلسله اللي عندي البنات كيسولوني كيقولوا لي واش عندك سلسله ذهب والله الا كيقولوا هادي صدقات صدقات مزال خمسه بيضاء عندي كاينه هادو غير ولا لا لا خضراء ماشي في بورتو كلي لا ما دارش هاد الشيء ديرها فين خنيشه خنيشه وكل واحد يجمع داكشي ديالو بصح فوالا واه سي سا هكا حنا نعزلو ونوصلو لحاجه جديده ها هادو انا ماشي باش نبداو نعزلو شوفي 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 هادي سنة واه هذا هادي واه وي هادا اون لوغا توت شوفي هادي او لا لا وارين 30 درهم قلتي هذا 25 هادي 25 هادي 13 درهم هادي كلشي كلشي غايديرها رانا خمسه هادي زوينه وهادي بشحال هادي فنين فنين اخويا هذيك 60 60 هادو غناخذهم كاملين هادو هادي جايه ديال الرجال
شتيني شحال هادي وانا دايراها في لي فيديو ديالي دايما دايره هاد السلسله وموقع لها والو كيتحلوا. شوفوا شحال من حاجه جبدها لنا. هادو بشحال تيديروا؟ هادو 18 درهم. هذا يجي معايا خوات من على مليتي ديك النهار. هادو راه خديت انا هاد الخاتم. اه تا اختي خداته. اختي غزالين 10 دراهم ياك 10 دراهم. اه 10 دراهم. اه ولكن هاد الكورنيطا واعره اللي ديتها لي 13 درهم واعره. بغيتي هادو؟ اللي بغاها. ها 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 هي صغيورة. بغيتيها؟ ها هادي صغيورة. ماشي تما. لا هذيك ديالها انا. انا هادو خديتهم في فنين 10 دراهم. بغيت تلاقيت معكم هنايا في الدار وبقيت صورت لكم من بعد والو حيت صافي من بعد ما سالينا معاه وداكشي صافي طلعنا لهنايا للدار. المهم عنده داك لي زارتيكل كاملين فنين 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 الصراحه ما كرهتش انني ناخذ من عنده كلشي الصراحه لان فريمون الكاليتي ورخة يعني شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. المهم اول حاجه خديتها خديت هذه ديال التليفون ماشي هذه جلده هذا الخاتم باش عجبتني بلا هاد القضيه ديال هكا عجبتني لان اون فوا ملي تكوني هكا حاطه التليفون كتكى عليها كيبقى هكا واقف داكشي باش عجبتني مزيونه بزاف خديتها كدير يلاه 10 ديال الدراهم مزيونه. المهم انا نبدا لكم. المهم هنايا خديت الزيت ديال ارغان من عند هذاك السيد اللي شني وقت عنده كنا كنخدمو من عنده العطريه وداكشي صراحه البنات عنده الزيت ديال ارغان والعطريه وداكشي كله غزال انا هو اللي دائما كنتقضى من عنده مي كنهبط هنايا زعما الفاس. المهم كاينه هاد الزيت هذه ديال ارغان كاينه وحده اخرى ولكن ديجا هو كيقول لكم راه ما زويناش هذيك الاخرى كيقول لكم راه ماشي زعما شي حاجه كاليتي زوينه. هذه خديت هاد الزيت ديال ارغان كدير 30 درهم كدير 60 درهم فيها ثلاثه بما ان كاينه انا وبنت خالتي وبنت خالتي كل وحده خدات خدينا وحده وكل وحده خدات هكا قريعه جاتنا بحال نقولوا 20 درهم للقرعه وصراحه زوينه هاد زيت اركان ديال التجميل يعني كوزميتيك ماشي ديال الماكله. ونيت من عند نفس الشيء نفس مول الشيء خديت من عنده هاد الصابونه ديال ارغان اللي حتى هي صابونه زوينه انا كنستعمل صابونه ارغان باش نغسل هكا وجهي خصوصا من بعد الوصفات كتعجبني بزاف. وخديت الغسول بالنسبه للحمام هاد الغسول وقيلا كيدير وقيلا 5 دراهم. خديت ما ورد هذا اللي سميتو الرفيق هذا احسن واحد عنده ديال مكونه هذا ب 6 دراهم الكيس. وخديت الحنه الحمام حتى هي ان شاء الله دابا نشارك معكم واحد الوصفه ديال الحمام المغربي اللي كنستعملها دائما ملي كنكون غادا الحمام غالبا ما كنديرهاش في الدار مره عرفتي المهم شي 1% بعد شي مرات ملي كنبغي ندير الحمام المغربي في قلب الدار اما الاغلبيه حمام مغربي في الزنقه ماشي في يعني في الحمام ديال الزنقه ماشي ديال الدار. هذا العكار الفاسي الجسم كامل وهذا ديال الوجه شفتوا صافي هادشي اللي خديت من عند هذاك السيد صافي. بالنسبه لجواد مولي زاكسيسوار خديت من عنده اول حاجه خديت من عنده هاد المكانه هذه اللي كتجي على هذا الشكل. المهم بالنسبه لهاد المكانه كتجي مع القياسات ديال اي يد لان هي كنتي اللي كتحكمي انتي اللي كتحكمي في القياس ديالها. هذا هو اصلا المسعيه ديالها كامله نوريها لكم كيفاش كتجي كتاخدي هذه الطرف الثاني ديالها وفيها الهنده صافي غير كديري لها غير هكا كتلصق صراحه مزيونه هانتوما شوف عجباتني ومزيونه وما كيوقع لها حتى حاجه. اهم حاجه في هادشي كامل هو ان ما كيتبدلهمش اللون ديالهم كاينه لارجونتي وكاينه الدوري ما تاخذوهمش ولكن بالنسبه للبرونز خدوها البرونز هاد البرونز جولد هي اللي خدوها لان اللون ديالها كيبقى كيف ما هو. هادشي شنو قال لي هو يعني انا اصلا كيعطيني داكشي اللي مي كنبغي نسول على شي حاجه كيقول لي يعني هادي ها هو فوقاش كضيع وهادي الا حافظتي عليها ها فوقاش كضيع والحاجه اللي معنا عارفني كنكرفص الحاجه اللي يعني هكذا واخا كتبقاي دايرها دائما ما كتكرفش كيقول لك هادي يعني كتصبر معاك
دونك هذه خديت هذه المكانه هذه واللي كان الثمن ديالها كيدير 30 درهم فريمون زعما الصراحه رخيصه بزاف وكتجيب التحقيق يعني ماشي كدير ما كتوليش روطار ولا شي حاجه. وخديت هادو ديجا عندي بحالهم ولكن المهم هذيك العيبه ديالهم اللي كتكون هكا من الفوق ماشي بحال بحال ها هما. خديت هادو صراحه مزيونين هادو عجبوني مزيونين. خديت وحده في لارجونتي وحده في الدوري هادو صراحه كيجيو زوينين في اليد. ها انتوما شتيو كيجيو مزيونين هادو ديجا عندي بحالهم وموقع لهم حتى شي حاجه داكشي علاش دابا عاوتاني مشيت وزدت منهم هكذا جوج. خديت هادي هادي هكذا واحد قلوبه هكا هادي غورميت اللي كتجي على هذا الشكل فيها هكا هاد العقيدات وفيها الحجر هادي فيها الحجر صراحه هادي مزيونه بزاف فيها غير ثلاثه هكا. من بعد غادي نخلي لكم التصويره في التالي ديال الفيديو باش تشوفوهم هكذا عن قرب لان دابا هكا ما غيبانو لكمش مزيان حيت كنصور دايره السيلفي. وخديت هاد الحوالق هادو ديجا شفتوهم هادو فيهم هكا الحجيرات في الزرق وفي الخضر هادو صراحه هما كيجيو مزيونين. المهم عنده بزاف ديال الحوالق راكم شفتو قبيله فاش كنت كنصور لكم عنده بزاف وعاد راه ما مدخلش الجديد هادشي غير اللي بقالو قالك راه عاد غادي يجي بالصلاه غادي يجي باقالك ان شاء الله نهار الجمعه الا كتب الله نهار السبت شي جمعه. ديجا اليوم دابا شنو اليوم اللي ما راه خميس نحاول انني نسالي لكم الفيديو لان ديجا هادي دابا راه 6 وانا كنسجل نحاول نسالي لكم الفيديو ونمونطيه نتلقى لكم دابا غدا الجمعه خلاص ما كتحلش المدينه. وخديت هادي حتى هي صراحه مزيونه غادي نديرها هكا فوق يدي باش تبان لكم فيها هكذا واحد البابيون في الكحل ها هي فيها بابيون هكذا في الكحل وفيها خميسه وهكا داك الدويوره حتى هي صراحه كتجي مزيونه. وحده اخرى اللي فيها الحجيرات هادي حتى هي حمقاتني هاي هادي خلاص فيها داك الدويوره وفيها حجيرات في الحمر وفي الخضر وفيها هكا داك الدويوره وحده دايره بحال شكل ديال وريضه هي صراحه مزيونه بزاف. صافي كنظن هادشي اللي لا باقا شي حاجه وخديت هادي ديجا حتى هي وليتها لكم قبيلات حتى هي كتجي زوينه في اليد البنات هاد الكورميط فنه جايه روينيه وزوينه واللي زوين فيها بزاف هو انها كتجي لاصقه على اليد شتي وماشي زعما كبيره تبقى هكا كطيح ولا يعني كتجي لاصقه على اليد. بالنسبه لهادي خديتها كدير 13 درهم بالنسبه للبنات اللي غادي يهمهم الامر ديال الاثمنه. وبالنسبه لهادو كاملين خديتهم لا هادي هادي ب 25 درهم هادي ب 25 درهم وهادي خديتها ب 30 درهم هادي اللي فيها هكا هاد البابيون 30 درهم وحتى الاخرى 30 درهم هادي 30 درهم. وهادو اللي ما بقيتش عاقل على الثمن ديالهم وقيله 15 درهم الوحده يمكن ولا 20 درهم الوحده يمكن ثلاثه كانوا ب 60 درهم وخديت انا هكا جوج حيت كاين حتى البرونز ديالهم يمكن 20 درهم الوحده هادو 20 درهم الوحده 100% والمقامه خديتها ب 30 درهم يعني فريمون رخيصه ما غالياش. وهادو هاد الحويلقات هادو اللي فيهم اللوينات خديتهم ب 15 درهم يعني فريمون كاينه اثمنه اللي الصراحه زوينه بزاف بزاف بزاف. وانا قلت لكم الحاجه ديالهم ما كتضيعش كتبقى يعني زوينه غير هاد السلسله انا اللي دايرها شحال من ابوني سولتني قالت لي اسمع هاد السلسله هادي واش الذهب اللي دايرها في عنقك هادي البنات ماشي ذهب شوفوها اصلا كتبان دايرها بحال شكل ديال الذهب وهي ماشي ذهب غير من عنده خديناها ب 15 درهم ديجا دابا راهم خداوها هما من عنده ب 15 درهم وكتبقى هكا كدير ديجا عندي وحده في البيض ودراتي عندي هكذا في الكحل هذه ديجا كنت خديتها من عنده هاد الكورميت اللي دايراها
ها هي باقا كيف ما هي. هاد الحويلقات ديالو حتى هما الطوينغات كيديرهم ب 7 دراهم الوحده ديجا من عنده فريمون، يعني عنده اثمنه اللي زوينه بزاف. اخر حاجه اللي هي هادي، هاد البواطه هادي صراحه هاد البواطه زوينه بزاف. شوف كيفاش دايره مزيونه. هاد البواطه هادي كدير 20 درهم هكا، تحطيها هكا فوق الكوافوز ولا شي بلاصه، يوفا كتزولي خويتما ديالك ولا شي حاجه كديريهم هكا لداخل وتشدي. حتى هي صراحه مزيونه بزاف. وهادشي اللي خديت، المهم صافي هادشي هادو هما المشايات اللي خديت، هما حتى هما خداو راسهم داكشي اللي بغاو، ولكن يعني بحالي تقريبا داكشي اللي خداو. دونك صافي هادو هما المشايات اللي خديت. كنتمنى انني نكون قربتكم عاوتاني من الجديد ديالو، بما انكم كتقولوا لي اسماء ميت فشي فاس ضروري تصوري لنا داكشي اللي كيبيع ومع الاثمنه. بالنسبه غير البنات اللي كيقولوا لي اسماء واش كيصيفط، انا الصراحه سولت وقلت له واش كتصيفط لهذا المدينات واحد اخرين، قال لي يعني داكشي فيه الصداع ديجا، يمكن دار داكشي ولا ما نعرف. ومهما ان قال لي فيه الصداع يعني ديجا يمكن صيفط ولا ولقى شي مشكل ولا تعذب ولا الله اعلم. المهم قال لي داكشي فيه الصداع. مرحبا باي واحد غادي يجي عندي، مرحبا به. قال لي يعني هكا باش نصيفط، قال لي لا. وبالنسبه اي واحد مشى عنده قال له انا من جهه اسماء شانيل اكيد راه غادي يدير معاكم الثمن. المهم قولوا له حنا من جهتها اكيد، حيت انا قلت له انا لي زابوني غنقولها لهم في لي فيديو اكيد غادي دير معاهم. فقال لي مرحبا والف مرحبا بهم. صافي هذا ما كان. المهم هنا وصلت للتالي ديال لا فيديو، كنتمنى لا فيديو ديال هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم، وغادي نقول لكم تهلاو في راسكم حتى نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو ديال اليوم. تقولتيه العقل بجمالك حزتيه بالبهاء والزين.